بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيلة، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة، نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 18 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين والكويت وكأسي شركة غاز البحرين بنغاز وكأس النادي الملكي للغولف، وذلك على مضمار سباق النادي من منطقة الرفا بلصخير. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بتقديم كؤوس البنك، حيث قدم كأس الشوط الأول إلى الملك الفائز إبراهيم العفو، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، في مقام سعادة الدكتور محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين بنغاز بتقديم كأس الشوط الثاني إلى الملك الفائز سيد جواد المرزوق، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة. ثم قام السيد ويليام إيفنز المدير العام للنادي الملكي للغولف بتقديم كأس الشوط السابع إلى مساعد المضمر الفائز إسحاق مراد.